قاسي ابراهيم القصاص. شكرا سيد الرئيس. انا مفعل ياسر والجستات اللي قاعده تصير معايا ما عادش نقبلها اصل. انا راني صقر وما نلعبش مع الغربان، وكي نهبط على الغراب انتفت فهنا خليه على حمله ريش، فبرشا ناس تاخذ حجمها ومن غير سبان ومن غير عزار ومن غير تعالي. انا مستشار الرئيس ولا ما تخوفنيش، ان شاء الله تكون مستشار امين العام المتحده، ما تجيش تخوفني بالمستشريه برا بيعها بالكيلو و100 جرام البر ولا برطل. خلينا في نقطة النظام. أنا مستشار ماهيش مشكلتي إذا رئيس الجمهورية معين مستشار قانوني ما فيهوش في الإجراءات الشكلية للقانون، مش مشكلتي أنا. يسأل رئيس الجمهورية يخدم نفسه كفاية معاه. أما أي تجاوز على شخصي أو كرامتي لن أقبلها بعد الآن. أنا مستعد أن أقدم استقالتي الآن وأستعمل أشياء أخرى، فرجاء كل واحد يلزم حدوده. والتهديدات هذه المباشرة وغير المباشرة ما عادش قبلها، تهديدات جسدية وأنا يتعالى ما عادش خليته أنتم البن علي. إذا تقول أنا مستشار رئيس نعمل ونترك، أش خليته البن علي؟ وأش خليته للنائب النظام السابق؟ فكل واحد يلزم حدوده، لا يهددني بمستشار رئيس ولا بوزير رئيس وزراء ولا حتى يكون مدير. أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ما ثمش واحد يمشي على رجلين نخشاه راهو. فرجاء واحد يمشي على رجليك كل واحد يعرف قدره أحسن من بدله. إذا تحب أنا ما نحبش ننحدر المستويات المتدنية، أما ذا بعض الأشخاص اللي يحبوا ننحدر أنا لها والسلام. وقت اللي نفهم الموضوع ربما نجم نعم.